أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وما أعجلك عن قومك يا موسى، اذكروا ما سبق أن علمتموه، وهو أن الله عز وجل لما أغرق فرعون وجنده ونجى بني إسرائيل وعلى رأسهم موسى وهارون عليهم السلام، وفي طريقهم حيث أمرهم الله أن يأتوا إلى جبل الطور ليظفروا بسماع كلام الله وليظفروا بالقانون والدستور الرباني ليعيشوا عليه بعد استقلالهم من دولة الكفر، دولة فرعون. تذكرون أنهم مروا بقرية وجدوا أهلها يعبدون الأصنام، فقالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين؟ ومشوا. واستعجل موسى عليه السلام، تاقت نفسه إلى لقاء ربه وسماع كلامه، فقال لأخيه أخلفني أنت في القوم وامشوا شيئا فشيئا وأنا مستعجل، لأن 600,000 مشيتهم ليست مشية شخص. فاستبطأ موسى واستعجل وقال لهارون أخلفني في قومي وأنا أتقدمكم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي. فلما ذهب موسى عليه السلام إلى ربه في جبل الطور ماذا حصل؟ حصل أن السامري وهو اختلف في أصله وجنسه هل هو قبطي أو إسرائيلي، ولا يضرنا ذلك، على كل حال رجل فاسد خبيث مارد.
ما كان مؤمنا حق الإيمان مع بني إسرائيل. فلما تأخر موسى واستبطأوا مجيئه قال لهم موسى نسي ربه، فهو في حيرته، وقال لنساء بني إسرائيل: وكنا قد أخذنا الحلي واللباس من القبطيات في مصر، الليلة التي عزموا على الرحيل استعاروا الثياب الجميلة والذهب والفضة. فقال لهم فرعون: لعل الخطأ هنا السامري. فحفر في الأرض وقال: ألقوا هذه الحلي وهذه الملابس. فلما استجابوا وألقوا بالحلي واللباس في تلك الحفرة كان عليه لعائن الله قد رأى جبريل عليه السلام يوم كان يتقدمهم إلى البحر للخروج من أرض مصر، شاهد الفرس الذي يركبه جبريل وهو يقودهم، إذا رفع الفرس رجله نبتت النباتات، إذن فعرف أن لهذا أثرا، فأخذ حفنة من التراب فصرها في ثوبه أو في عمامته واحتفظ بها. فهنا لما ألقوا الذهب وأشعل فيه النار أخذ يذوب، رمى بتلك الحفنة من التراب وقال: كوني عجلا. فصنع عجلا لهم من ذهب له خوار له صوت، إذا دخلت الريح من فمه إلى مؤخره يسمع له صوت، وقال: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. ولنسمع ما أخبر تعالى به إذ قال تعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى. الله عز وجل عاتب عليه: لما استعجلت وجئت وحدك، ما جئت مع قومك إلى جبل الطور؟ قال موسى: هم أولئي على أثري ورائي، وعجلت إليك رب لترضى عني. قال تعالى له: فإنا قد فتنا قومك من بعدك، أي امتحناهم واختبرناهم، لأنهم ما طاعوا هارون وما استجابوا له وعصوه واستجابوا للسامري وفعلوا الذي فعل، وذلك سبب جهلهم وظلمة نفوسهم، وإلا هارون رسول الله بينهم لكن ما استجابوا. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك، لما تركتهم وأضلهم السامري، أضلهم عن طريق الهدى، عن طريق الإيمان والتوحيد إلى طريق الشرك والكفر وعبدة العجل. إذن فرجع موسى من عند ربه من جبل الطور، فرجع موسى إلى قومه. كيف رجع؟ غضبان أسفا، أسفا حزينا متألما، كيف يحدث هذا الذي حدث في ظرف 40 يوما أو أقل؟ بالأمس شاهدوا آيات الله، تلك العصا التي ابتلعت وادي كامل بسحره، ويعبدون غير الله ويشركون به، فيضحك عليهم الشيطان ويسخر منهم ويسلط عليهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال: يا قومي، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا بأنه سينصركم، سيصيبكم بالخير، سينزل عليكم كذا كذا، ستحتلون ديار القدس وتدخلون
ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. هذا التوبيخ هذا التقريع هذا التأديب واجب قاله موسى لبني إسرائيل وإن كان بينهم الصلحاء وعلى رأسهم هارون لكن يخاطب الأمة بوصفها متفق على هذا. ماذا قال موسى؟ ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا بأن يملككم وتسودوا وتملكوا وواء فطال عليكم العهد أي المدة أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي وتأخرتم واشتغلتم بعبادة هذا العجل من النار لأن هارون كان يلح عليهم أن نمشي نلتحق بموسى قالوا لا هذا هو إله موسى ظل الطريق ما عرفه من قال هذا السامري ومدوا أعناقهم واستجابوا لما شاهدوا العجل له خوار وله صوت وهذه طبيعة البشر إلى هذه الساعة إذا ما كان هناك نور في القلوب علم رباني فالناس يقعون في أهبط من هذا الخطأ الآن ذي هي البشرية قالوا معتذرين ما أخلفنا موعدك بملكنا وقدرتنا واستطاعتنا لا أبدا ولكن حمنا أوزارا من زينة القوم حمنا يدعون أنهم أمرهم موسى أو هارون أن يحملوا أن يستعيروا الذهب والفضة من نساء الأقباط لينتفعوا بها في الخارج ولا يأمر بهذا موسى ولا هارون فقد يأمر به السامري والهابطون قالوا أنتم الآن مسافرون تاركون البلاد أكلوا أموالكم فعلوا فيكم استعيروا الذهب والفضة الحلي وتنتفعون به فحملوها أوزارا أي ذنوبا إن لكن حمنا أوزارا من زينة القوم من مراد من القوم الأقباط المصريين فقذفناها لأن السامي قال اقذفوها في هذا التنور تحترق لأنكم تواخذون بهذا الإثم فقذفناها فكذلك ألقى السامري حفنة التراب فكان العجل نحن أمرنا بإلقاء الذهب والفضة الذي كان عند نسائنا وبعض الثياب الجميلة حتى نتخلص من الإثم ألقيناها لما ألقيناها في ذلك التنور النار مشتعل حتى يذوب الفضة والذهب ألقى السامري تلك الحفنة من التراب كان يحتفظ بها من أيام كان في مصر عند البحر فكان العجل فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار والخوار كالصياح والصوت لكن صوت البقر الخوار النباح للكلاب والخوار والصياح لغيرها له خوار فهل هذا العجل صنعه بسرعة ممكن ما دام ذاب الذهب والفضة يستطيع أن يصنع منهم عجل ليس معناه عجل كالبقرة لكن عجل صغير وهذا الواقع وأصبح للعجل خوار فقال إلههم إذن هذا إلهكم وإله موسى فنسيه واستجابوا للجهل وعدم البصيرة أما العارفون وعلى رأسهم هارون سخطوا كما سيأتي بيان ذلك وما رضوا به وما قبلوه لكن أهل الجهل والغفلة أرضوا فقال تعالى أفلا يرون بأعينهم ويسمعون بأبصارهم ألا يرجع إليهم قولا لو نادوا يا عجل يا إلهنا يا خالقنا يستجيب والله ولا كلمة
ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضر لو قالوا ضر فلان أو فلان ما يضره ولا نفع لو قالوا انفع فلان واعطيه ما أعطاه فما دام لا يملك ضر ولا نفع ولا يتكلم ويرد القول كيف يؤله كيف يعبد كيف نسميه إله حجر نقول فإلى أين العقل لو كان يكلمهم افعلوا كذا اتركوا كذا بصوت كذا لكان لا بأس إن انخدعوا لو كان إذا قالوا افعل الشر كذا وكذا اضرب كذا قتل كذا ففعل لكان قد يعذرون لو قالوا انفعنا أنزل علينا مطر أخرج لنا كذا داوي مريضنا وفعل قد يعذروا لكن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك ضرا ولا نفعا فكيف يعبدونه. أسمعكم مرة ثانية القصة. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ من القائل؟ الله رب العالمين يخاطب موسى كليمه في جبل الطور الأيمن. قال ماذا؟ قال موسى قال هم أولاء على أثري بعدي وعجلت إليك لاستجابة لطلبك لترضى. فأجاب تعالى موسى قائلا فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إذن غضبانا فرجع موسى إلى قومه غضبانا أسفا مملوء بالغضب والحزن والألم. قال يا قومي وصل إليهم بالفعل يا قومي ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا معتذرين ما أخلفنا موعدك بملكنا أي بقدرتنا ولكن حمنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عيلا جسدا له خوارا. فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا فكيف يعبدونه؟ كيف يعتقدون أنه الله؟ كيف يعتقدون أنه رب موسى وأنه نسيهم موسى؟ ولكن ما علمتموه هو الواقع الجهل المركب والبعد عن نور الله عز وجل. معاشر المستمعين اسمعوا شرح الآيات من الكتاب لتزدادوا بصيرة وعلما. بعد أن نجى الله تعالى بني إسرائيل من فرعون وملئه حيث اجتاز بهم موسى البحر وأغرق الله فرعون وجنوده أخبرهم موسى أن ربه تعالى قد أمره أن يأتيه ببني إسرائيل وهم في طريقهم إلى أرض المعاد يأتون إلى جبل الطور ليؤتيهم التوراة فيها شريعتهم ونظام حياتهم دنيا ودينا وأنه واعدهم جانب الطور الأيمن. واستعجل موسى في المسير إلى الموعد فاستخلف أخاه هارون على بني إسرائيل ليسير بهم وراءه وراء موسى ببطء حتى يلحقوا به عند جبل الطور. وحدث أن بني إسرائيل فتنهم السامري بصنع العجل ودعوتهم إلى عبادته وترك المسير وراء موسى عليه السلام. فقوله تعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى هو سؤال من الله تعالى لموسى ليخبره بما جاء لقومه بعده وهو لا يدري. فلما قال تعالى لموسى وما أعجلك عن المجيء وحدك دون بني إسرائيل مع أن الأمر أتاك تأتي معهم مع أن الأمر أنك تأتي معهم
أجاب موسى بقوله هم أولئك على أثري آتون بعدي وعجلت المجيء وعجلت المجيء إليك لترضى عني. هنا أخبره تعالى بما حدث لقومه فقال عز وجل إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري أي صنع أي بصنع العجل لهم ودعوتهم إلى عبادته بحجة أنه رب تعالى وأن موسى لم يهتد إليه. ولما انتهت المناجات وأعطى الله تعالى موسى الألواح التي فيها التوراة فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا أي حزينا إلى قومه فقال لهم بما أخبر تعالى عنه بقوله قال يا قومي ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا فذكرهم بوعد الله تعالى لهم بإنجائهم من آل فرعون وإكرامهم بالملك والسيادة موبخا لهم على خطيئتهم بتخلفهم عن السير وراه وبانشغالهم بعبادة العجل والخلافات الشديدة بينهم. وقوله أفطال عليكم العهد أي لم يطل فالمدة هي 30 يوما فلم تكتمل حتى فتنتم وعبدتم غير الله تعالى. وقوله أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم أي بل أردتم بصنيعكم الفاسد أن يحل عليكم غضب من ربكم فحل بهم بالفعل فحل بكم. فأخلفتم موعدي بعكوفكم على عبادة العجل وبترككم السير على أثري لحضور موعد الرب تعالى الذي وعدكم. وقوله تعالى فقالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا هذا ما قاله قوم موسى كالمعتذرين به إليه فزعموا أنهم ما قدروا على عدم خلاف الموعد لغلبة الهوى عليهم فلم يطيقوا السير وراءه مع وجود العجل وما ضل لهم به السامري من أنه هو إلههم وأن موسى أخطأ الطريق إليه. هذا معنى قولهم ما أخلفنا موعدك بملكنا أي بأمرنا وقدرتنا إذ كنا مغلوبين على أمرنا. وقولهم ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها هذا بيان لوجه الفتنة وسببها وهي أنهم لما كانوا خارجين من مصر استعار نساؤهم حليا من نساء القبط بدعوى عيد لهم وأصبحوا خارجين مع موسى في طريقهم إلى القدس وتم إنجاؤهم وإغراق فرعون ولما نزلوا بالساحل استعجل موسى موعد ربه وتركهم تحت إمرة هارون أخيه على أن يواصلوا سيرهم وراء موسى إلى جبل الطور غير أن موسى الملقب بالسامري السامري اسمه موسى ويلقب بالسامري استغل الفرصة وقال لنساء بني إسرائيل هذا الحل الذي عندكن لا يحل لكن أخذه إذ هي ودايع كيف تستحلونها وحفر لهم حفرة وقال ألقوها فيها وأوقد فيها النار لتحترق ولا ينتفع بها بعد. هذا ما دل عليه قولهم ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم أي قوم فرعون فقذفناها أي في الحفرة التي أمر بها السامري. وقوله تعالى فكذلك ألقى السامري هو من جملة قول بني إسرائيل لموسى فكما ألقينا الحلية في الحفرة التي ألقى السامري ما معه من التراب الذي أخذه من تحت حافر فرس جبريل
فصنع السامي العجل فأخرجه لهم عجلا جسدا له خوار أي صوت. فقال بعضهم لبعض: هذا إلهكم وإله موسى الذي ذهب إلى موعده فنسي وظل الطريق إليه، فاعبدوه حتى يأتي موسى. قال تعالى موبخا إياهم: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا إذا كلموه ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، فكيف يعقلون أنه إله، فكيف يعتقدون أنه إله وهو لا يجيبهم إذا سألوه ولا يعطيهم إذا طلبوه ولا ينصرهم إذا استنصروه؟ ولكنه الجهل والضلال واتباع الهوى والعياذ بالله تعالى. مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا ذم العجلة وبيان آثارها الضارة. انتبهوا، ذم العجلة وبيان آثارها الضارة. المؤمن لا يعجل لا يستعجل، خصلتان يحبهما الله: الأناة والحلم. العجلة ليس من صفات المؤمنين الكمل، فالأساف المؤمن قبل أن يقول الكلمة أو يفعل الفعل يتأنى ويتأمل، فإن رأى في ذلك خيرا قال أو فعل، لم يرى في ذلك خيرا ولا ما فعل ولا قال. من أين أخذنا هذا؟ وما أعجلك عن قومك يا موسى. لو أن موسى ما استعجل وبقي معهم، يستطيع السامي يصنع العجل ويفعل هذا الفعل، لكن مع الأسف. نعم. ذم العجلة وبيان آثارها الضارة، فاستعجال موسى الموعد وتركه قومه وراءه كان سببا في أمر عظيم وهو عبادة العجل وما تترتب عليها من آثار جسام. ثانيا مشروعية طلب رضا الله تعالى، ولكن بما يحب أن يتقرب به إليه. مشروعية طلب الله تعالى، طلب رضا الله تعالى، يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يطلب رضا الله وأن يتوسل إليه بمحابه وترك مكاره ليرضى عنه. هذا موسى طلب هذا رضا، وإلا استعجل لأجل طلب رضا الله عز وجل. والغافلون لا يسألون الله رضاه أبدا، كأنهم ليسوا عبيده، كأنهم ليسوا محتاجين إليه. ثالثا مشروعية الغضب لله تعالى والحزن على ترك عبادته بمخالفة أمره ونهيه. نعم، إذا ارتكبت معصية الله ورسوله المؤمن يغضب ويحزن ولا حرج. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أوذي في بدنه في ماله لا يغضب، لكن إذا أوذي في عقيدته في دينه يغضب ويشد غضبه. موسى غضب ولا لا؟ غضبان أسفا، كيف يعبد غير الله؟ نعم. رابعا مشروعية استعارة الحلي أو الحلي للنساء والزينة وحرمة جحدها وأخذها بالباطل. مشروعية استعارة الحلي واللباس للرجال والنساء. الرجل يستعير مشلح ليحضر به الحفل لا بأس، ما تستعير خلخال وإلا سوار أو كذا في لا حرج، لكن وحرمة جحده أو إفساده وعدم رده. بنو إسرائيل استعار نساءهم ولا لا؟ استعاره يجوز استعارة، لكن لا يحل عدم رده كما فعلنهن. نعم. لأن نساء بني إسرائيل استعارن على علم أن لهم عيدا كذا، على أساس حتى إذا رحلوا يأخذن معها، وهذا حرام ولا يجوز وإن كان القبطيات كافرات. نعم. خامسا وأخيرا وجوب استعمال العقل واستخدام الفكر للتمييز بين الحق والباطل والخير والشر. وجوب استعمال العقل واستخدام الفكر لمعرفة الحق. ما نعيش كما تعيش البهائم، لا بد من التفكير، هل هذا صواب، هل هو خطأ، هل هذا نافع، هذا ضار، هذا يرضي الله، هذا يسخط، لا بد من هذا، والآية دليل على ذلك.